يلا متى بتروحين؟ بس ما معنا فلوس المشكلة. لا 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 شكرا. عبد الله، في مباراة تجمع المنتخب مع المكسيك يوم الأربعاء، كم تتوقع النتيجة؟ 2-0 للسعودية. 2-1 للسعودية بإذن الله. 1-0 إن شاء الله للسعودية. إن شاء الله. وسالم بإذن الله. تاهل أصلا في الجيب. دور 16 لاعبين والله 2-1 ان شاء الله للسعوديه باذن الله. والله اتوقع ان شاء الله تاهل 2-0. ان شاء الله 2-1 السعوديه وباذن الله 3-1 قدام المكسيك. الله الله يا منتخبنا. الله 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 يا منتخبنا. اذا تاهل المنتخب لدور 16، من الفريق اللي ودك يلعب؟ دور 16 البرازيل. لا لا ماني بخايف، المنتخب قدها والله يعطيهم العافيه. اتمنى فرنسا، نبغى نخلطهم. انا ابغى امبابي وهذول اللي شايفين نفسهم اللي يعني فريق جيبوهم لي. لو انت مكان رينارد في مباراه الاربعاء، من التشكيل اللي بتختاره؟ نفس التشكيله الاولى مع الارجنتين. نفس ما هي، والله كلهم فيهم خير وبركه، كلهم صقور. المعلقين يقول الصقور الخضر. صقور الخضر تتاكل باذن الله، تتاكل لعيبه المكسيك كامل. والله نفس تشكيلته مع الارجنتين. طيب ايش تقول للمنتخب السعودي؟ الله يوفقهم ان شاء الله وفالهم التاهل باذن الله. ان شاء الله نفوز. يا والله ما ادري، بس اهم شيء نفوز. الله يوفقهم ان شاء الله وهم ابطال مشادين فيهم الظهر باذن الله. يا رب المنتخب يفوز. قلتي تبين تروحين قطر؟ ايوه. ليش؟ عشان اشجعهم هناك. طيب يلا متى بتروحين؟ بس والله ما معنا فلوس المشكله. لا لا شكرا. باسم الوطن سعودي العب بفن سعودي. باسم الوطن سعودي العب بفن سعودي. الله 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 يا منتخبنا.